بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة ان شاء الله هنشرح المحاضرة التانية، هنشرح فيها الفاندمنتالز للكالكولس، يعني هو للانتجريشن بالاصح يعني. تمام، طيب هنبدأ يعني الديفينيشن للديفينيت انتجرالز. طيب دي هي ليها علاقة بالمحاضرة اللي فاتت اكتر، ملهاش علاقة بالمحاضرة دي قوي. الفكرة هنا هو تعريف الديفينيت انتجرال ايه، هو السمشن بتاع ريمان سم اللي احنا ايه خدناه، اللي هو الليمت بيكون رايح الدلتا اكس تندس تو زيرو. بس الفكره في ايه هنا، ان هو ممكن يجيب لي سؤال ديفينيت انتجريشن يقول لي يوزنج ذا ديفينيشن اوف ديفينيت انتجرال. انا ما ينفعش اجيب له هنا الانتجريشن العادي، لا هو هنا عايز الديفينيشن، عايز استخدم الديفينيشن. استخدم الديفينيشن يعني استخدم ايه؟ يعني استخدم ده من الاخر. تمام، طيب فلو احنا جايين عايزين سؤال زي ده، بكل بساطه احنا هنا عندنا الانترفال بتاعتي 0 و 2 اهي، دي البدايه ودي النهايه. تمام، والدلتا اكس تساوي ايه؟ الدلتا اكس هتساوي البدايه ناقص النهايه 2 ماينس 0 اوفر، نشيل ده، طيب اوفر ان. تمام، طيب فانا لو عايز بكل بساطه اجيب الليمت، هيبقى ليمت الدلتا تندس تو 0 سمشن للاف اوف الاكس كي. الاكس كي بقى ستار بكام؟ الاكس كي ستار هتبقى بA بلس دلتا اكس في الكي. ليه؟ عشان ده رايت ريمان سم، انا ممكن اشتغل رايت او ليفت اي حاجه براحتي. طبعا انا باخد الرايت لانه اسهل حاجه. تمام، طيب الدلتا كي الاي بزيرو، انا اسف لان البدايه عندي هي بزيرو اظن واضحه جدا، فهيبقى الاف اوف اكس كي ستار. الاكس كي ستار هتساوي ايه؟ هتساوي 2 اوفر ان في الكي. ليه؟ الكي اهي يعني، والدلتا اكس بتطلع 2 اوفر ان. تمام، طيب في ايه؟ في الدلتا اكس اللي هي بكام؟ نشيلها كده ونكتب 2 اوفر ان. تمام، السمشن طبعا من كي ايكوال 1 لحد الان. هنكمل الكلام ده، هيطلع لنا يعني هنكملها مساله ريمان سم عاديه يعني، بس هي الفكره بس ان احنا بنحله بالديفينيشن اوف ديفينيت انتجرالز. تمام، نخش على الحته اللي بعدها. هنا احنا هناخد بس حبه صفات متعلقه بالديفينيت انتجرالز. تمام، اول حاجه بكل بساطه ان الانتجريشن فروم A تو B هو عكس الاشاره من B تو A. ليه؟ طيب هو سؤال بس، هو احنا لما كنا بنقول انتجريشن اوف الاف سمول تمام للاكس دي اكس، مش احنا قلنا ان احنا هنخليها اف كابيتال اوف اكس، احنا هنسميها كده؟ طيب جميل، فلو احنا قلنا مثلا ان انتجريشن فروم A تو B للاف سمول اوف اكس هيديني ايه؟ هيديني اف كابيتال اوف B اللي هي النهايه ماينس اف كابيتال اوف A. طيب لو from b to a للf of x هيديني ايه؟ هيديني f capital of النهاية اللي هي المرة دي a تمام minus f capital of b. هنا b minus a وهنا a minus b، يعني في فرق بينهم نيجاتيف. انا لو ضربت دي نيجاتيف هتديني لتحت، فدي فكرة النيجاتيف بتاعتي. تمام، طيب الانتجريشن from a to a هيديني زيرو. ليه؟ هي نفس الفكرة، هنقول f capital of a minus f capital of a، مش الانتجريشن من a لa. طيب وانتجريشن دي f capital عوض بيها a لa، هماينس بعض هيدوني ايه؟ هيدوني زيرو. تمام، طيب دي حته ما مش محتاجه شرح اصلا، بس انا كاتبها احتياطي لو محدش يعرفها، ان الانتجريشن ممكن يتقسم ايه؟ زيه زي السمشن، زيه زي الليمت في البلس والماينس بس، ولا يتقسم في ديفيجن ولا يتقسم في ملتبلاي، ما ينفعش. تمام، فهو بس بيتقسم ايه؟ في البلس والماينس. طيب الكونستانت ينفع يخرج بره عادي جدا، مفيش اي حاجه، زيه زي السمشن والليمت برضو. طيب ننزل، ماشي. بالنسبه للنقطه دي هنا انا همشي قانون واحد بس وهو ده. طيب هو ايه اللي انت كاتبه اصلا؟ براحه. طيب هي سؤال بس، هو مش الديفينيت انتجريشن بيعبر عن الاريا؟ طب لو انا قلت عايز ديفينيت انتجريشن فروم A تو B هيديني الاريا دي صح؟ طيب قلت بلس الانتجريشن من B ل C هيديني الاريا دي، وانا مش لو زودت الاريتين هيديني الاريا فروم A تو C، يعني دول مجموعهم يديني ايه؟ انتجريشن فروم A تو C، طبعا لنفس الفانكشن بس انا مكسل اكتب الفانكشن يعني. فدي الفكره، انا كاتبها هنا انتجريشن فروم A تو B f اوف x هيديني الاريا دي، فروم B تو C هيديني الاريا دي، مجموعهم هيديني الاريا دي كلها من A ل C. تمام، تمام. طيب انا لازم كل مره اطلع ارسم واشوف الرسمه واشوف ايه مجموع الاريات؟ لا، انا همشي بقانون ثابت. هو طبعا هو مش قانون قوي يعني، هي طريقه بس هنمشيها يعني. مش دي في حاجه تحت هنا؟ اه. وفي حاجه هنا؟ اه. وده زي ده؟ ايوه.
اللي زي بعض نشطب عليه. مش انت فوق؟ اه. وانت بس كانها ايه؟ كاني سلسله بقول لك من واحد لاثنين زائد من اثنين لثلاثه. مش دي هتديك من واحد لثلاثه؟ يعني ايه الكلام ده؟ طيب ببساطه نمسح 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 لو سمحت. نمسح ماشي. طيب هي مش الانترفال دي بتاعت الديفينت انتجريشن الاولاني اللي هو ده from A to C؟ اه. طيب مش الانتجريشن الثانيه من C ل B؟ اه. دي يعني السي هنا هي البدايه والبي النهايه. تمام. لو جمعتهم من A C وبعدها من C ل B يبقى من A ل B على طول. تمام. هنعمل كده على طول دايما، حتى لو البوينت مش موجوده، مش موجوده بين الاي والبي. يعني ايه؟ طيب معلش نمسح ده كله بسرعه. طيب هنقول مثلا ان احنا عايزين انتجريشن من A ل C بلس انتجريشن من C ل B. احنا قلنا ايه؟ شايف هنا حاجه فوق؟ اه. شايف هنا حاجه تحت؟ لزقهم في بعض وشيلهم وتديني انتجريشن واحد بس من A ل B. واحد هيقول لي ازاي ده ال A وال B اهي دي الانترفال، ال C مش جواها، يعني ال C بعيده، ال C هنا مش. هقول لك عادي ليه؟ عموما انا شرحت هنا طريقه الحل. اللي عايز يفهم ليه، هي بكل بساطه ليه يعني لو البوينت مش في الانترفال برضو القانون يمشي بكل بساطه، لان ده انا ممكن اخليه ماينس، فممكن اقول ان انتجريشن فروم A تو C للاف اوف اكس دي اكس ماينس واعكس دول ابدلهم فيبقى ماينس انتجريشن فروم B تو C. انا بدلت البدايه والنهايه وعكست الاشاره. حلو. طيب للاف اوف اكس دي اكس. تمام. ده هيديني ايه؟ ارسمها يا ابني قدامك اهي. مش انت عايز الاريا فروم اي تو سي اهي؟ ده الديفينيت انتجريشن الاولاني ماينس الاريا بتاعت من بي لسي اللي هي فين؟ اللي هي دي. الجزء ده هتشيل منها الجزء ده، هيبقى لك انهي جزء؟ هيبقى لك الجزء ده اللي هو من اي لبي، الجزء ده اللي متبقي، ده اللي انا ما شلتوش، ما عملتلوش ماينس. فده هيديني ايه؟ هيديني انتجريشن فروم اي تو بي للاف اوف اكس دي اكس. هي هي. تمام. انا وريتكم اجت ازاي حتى لو البوينت مش في الانترفال، بس عموما هو بكل بساطه هناخد ده نكملهم مع بعض، نلزقهم كده ونعمل من A ل C على طول. حلو. طيب النقطه اللي بعدها ايه؟ النت اريا احنا عارفينها، ان احنا بنجمع اي حاجه فوق الاكس اكسس بناخدها بالموجب، اي حاجه تحت الاكس اكسس بناخدها بالنيجاتيف. طب لو انا قلت عايز الاريا اندر ذا كيرف، هو هنا مش عايز النت اريا، هو هنا عايز مجموع الاريات اللي على الكيرف اللي هي لمس الكيرف او جايبه الكيرف. يعني زي مثلا هنا دي 5، نغير اللون بس. طيب هنا عندي دي 5 وهنا عندي دي 3، هو عايز مجموعهم يعني بالموجب بالاشاره الموجب. فانا هنا النت اريا هتبقى 5 ماينس 3 عشان ال 3 هنا تحت الاكس اكسس، لكن في الاريا اندر ذا كيرف اللي هي اللي احنا عارفينها من ثانويه عامه اللي بتوع علم الرياضه هي 5 بلس 3 عادي. تمام. طيب دي بنجيبها ازاي؟ بنجيبها بالابسوليوت. ليه؟ هو مش الابسوليوت بيطلع اي حاجه تحت الكيرف يوديها فوق. يعني مش رسمه الاكس كده، دي رسمه الاكس صح؟ طيب رسمه الابسوليوت اكس اي حاجه فوق الاكس اكسس سيبها زي ما هي، اللي هي الناحيه دي اهي سبتها زي ما هي. طب واللي تحت؟ طلعه فوق، فتبقى عندك رسمه الابسوليوت اكس عامله كده. حلو. طيب فتلاقي هنا مثلا انا راسم الاف اوف اكس هنا اهي، دي الاف اوف اكس. الابسوليوت بتاعها عامل ازاي؟ الحته اللي تحت دي طلعتها فوق اهي، فهتبقى الاريا بتاعت ده النت اريا بتاعت ابسوليوت الاف اوف اكس اللي هتبقى انتجريشن للاف اوف اكس، انا اسف، تحت الابسوليوت ابسوليوت اف اوف اكس دي اكس للانترفال بتاعتي كلها، ده اللي هيديني الاريا. تمام. تمام. هيديني الاريا اللي هي لو هو طلب يعني الاريا اندر ذا كيرف. تمام. لا 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 ننزل عادي بس. طيب جميل. هنا هنخش ناخد بس امثال صغنون كده. طيب هو هنا قال لي انتجريشن فروم 0 تو 5 ب 3 وانتجريشن فروم 0 تو 7 بنيجاتيف 10. طيب انا بحب اعملها بصراحه بطريقه حلوه، برسم نمبر لاين بدل ما ارسم رسمه وكيرف وكده، برسم نمبر لاين بسهل الدنيا. طيب دي 0 ودي 5 ودي 7 وبرسم كل البوينتس اللي عندي. طيب اول حاجه ايه؟ هو قال لي فروم 5 تو 7 اهي بكام؟ هو عايز فروم 5 تو 7، انا اسف، هو عايز الجزء ده. تمام. طبعا هتقولي انت ليه رسم السما ده؟ هقول لك عشان هي من 5 ل 7، ما هو ممكن يعكسها لي يقول لي انا عايز من 7 ل 5، فهاخد دي واضربها في نيجاتيف.
بص عموما ارسم السهم عشان بس تبقى فاهم ان دي بدايتك ودي نهايتك، لان انت لو عكست البدايه والنهايه بتضرب في نيجاتيف. تمام. طيب هو قال لي من 0 ل 5 ب 3. من 0 ل 5 يعني ايه؟ اهو من 0 ل 5 الجزء ده ب 3. طيب من 0 ل 7 اللي هي كل ده كام؟ بنيجاتيف 10. طيب انت عايز دي صح؟ هي مش دي عباره عن ايه؟ الجزء ده عباره عن ايه؟ الحته دي في النمبر لاين عباره عن ايه؟ عباره عن كل دي اللي هي انتجريشن فروم 0 تو 7 الاف اوف اكس دي اكس ماينس الحته اللي انت مش عايزها. انا مش عايز دي. تمام. فهت ماينس ايه؟ من 0 ل 5 الاف اوف اكس دي اكس هيديك ايه؟ هيديك نيجاتيف 10 ماينس 3 هيديني نيجاتيف 13. تمام. طيب احنا ممكن نحلها بطريقه ثانيه برضو. هتقول لي ايه؟ هقول لك استنى، مش في قانون اللي هو اللي احنا بنوصل ونلعبه كده؟ تمام. طيب هنحلها دقيقه امسح دي. ايوه بس خلاص. طيب احنا عايزين في القانون نوصل ليه؟ عايزين نوصل ان الرقم لو احنا عملنا انتجريشن فروم 0 تو 5 بلس انتجريشن فروم 0 تو 7 عايزين نوصل ان الرقم اللي هنا هو هو الرقم اللي هنا عشان نشطبهم ونكمل. طيب طب ما تيجي نعمل حاجه، ما نشيل ال 5 دي خليها 0. هتقول لي هو بمزاجك؟ هقول لك لا مش بمزاجي يعني، بس انا بدلتهم. مش ال 5 كانت فوق هنا اهو وال 0 كان تحت؟ انا خليته 0 فوق وال 5 تحت، عكست البدايه والنهايه. يبقى اضرب في، يبقى دي كده هضربها في نيجاتيف. يعني لو الاصليه ب 3 الجزء ده هيبقى بكام؟ هيبقى بنيجاتيف 3. تمام. ال f of x دي x بلس انتجريشن من 0 ل 7 زي ما هو ما عملش في حاجه من f of x f of x dx. طيب في 0 و 0 اشطبهم مع بعض ولزق الباقي اللي هو من 5 ل 7 f of x دي اكس. اللي انا عايزه، انا اصلا ده المطلوب بتاعي اهو. تمام. ده هيساوي ايه؟ الكلام ده كاتبه فوق دي بنيجاتيف 3. ليه؟ هي ب 3 فوق، ما انت عكست الاشاره زي ما قلنا، عكستها عشان بدلت ان هي البدايه. تمام. فهتبقى نيجاتيف 3 ماينس 10 بنفس اشارتها، هي بلس الرقم فبلس نيجاتيف 10 لا ماينس 10 يعني بنيجاتيف 13. تمام. تمام. طيب بالنسبه للجزء ده دي ايه؟ طيب دي فيها كلام شويه. عايزين استيكا. ايوه امسح بقى الكلام ده. طيب بالنسبه للجزء ده بكل بساطه هو الابسوليوت قلنا انه بيعمل ايه؟ هو باي حاجه تحت الكيرف بيرفعها فوقيه. طيب دي بكام؟ دي كده اظن واضح انها ب 13. لا غلط. هو ايه اللي ب 13؟ لا مفيش حاجه اسمها كده طبعا. هي هو بيرفع اي حاجه تحت الكيرف لفوق الكيرف. انت معاك الكيرف؟ لا يبقى ما اسمعش صوتك. مش عايز اعتراض. يعني ايه؟ يعني مثلا هو لو كان قال لي from 0 to 7 f of x absolute دي كلها، طبعا دي x عشان بس دي x يعني absolute ده كلها، يبقى هو عايز الناتج ده اللي هو negative 10 اعمل له absolute هيديك 10. طيب هل هو عايز ده؟ هل هو حط لك الابسوليوت بره الانتجريشن؟ لا، هو حط لك الابسوليوت جوه الانتجريشن. يبقى هو عايز ايه؟ يبقى هو عايز اي حاجه تحت الكيرف ارفعها فوقيه. انت معكش الكيرف، يبقى دي هقول له ايه؟ ما اعرفش اجيبها لك. طبعا عذرا على الخط، ما اعرفش، ماليش دعوه، بس بكل بساطه. تمام. طيب ننزل النقطه اللي بعدها. عندنا حاجه اسمها الاريا فانكشن. يعني ايه اريا فانكشن؟ بكل بساطه هو مش انت لما بتيجي تجيب الانتجريشن بتجيبه فروم بوينت تو بوينت اخرى، يعني من 1 ل 3 انت عايز تجيب اريا مثلا، فتجيب الاريا من 1 ل 3. طيب الاريا فانكشن دي بتطلع لي فانكشن بعوض بيها برقم يديني الاريا من رقم هو مثبته للرقم ده اللي انا بقوله ده. بكل بساطه شايف قانون الاريا اوف اكس او الاي اوف اكس عامل ايه؟ هو بيقول لك الانتجريشن فروم ايه، والايه ده رقم ثابت يعني ممكن يبقى 0 1 50 اي حاجه. حلو. هو رقم ثابت لغايه ايه؟ لغايه الاكس. تمام. الاكس ده اللي هو رقم انت اللي هتحطه. فمثلا لو الاي اوف اكس بتساوي انتجريشن فروم 1 تو اكس الاف اوف تي دي تي، ده معنى ايه؟ ان دي فانكشن هتطلع لي الاريا من واحد لاي رقم انا عايزه. انت هتحط 2 هيطلع لك الاريا من 1 ل 2، هتحط 3 هتحط الاكس ب 3 يعني هيطلع لك الاريا فروم 1 تو 3، هتحط الاكس ب مليون هيطلع لك الاريا فروم 1 تو مليون. تمام. طيب فدي خلصنا منها. طيب ليه تي ودي تي؟ يا عم عادي ده فاريبل، يا عم حط هنا اتش وحط هنا اتش مش تفرق اصلا، عادي اي فاريبل انت عايز تحطه حطه، بس احنا بس عشان بنميز لان انت عندك اكس هنا، فلو حطيت اكس لو عملت اف اوف اكس دي اكس واصل انت عندك اكس هنا، هتلاقي ان حصل اضطرابات في الفاريبلز ودخلوا في بعض والدنيا ايه ساحت مننا خالص. فخلينا ايه نعمل هنا دي تي عادي او يعني ام اي حاجه بقى. تمام. طيب دي بتساوي ايه؟ هو عادي الانتجريشن
from A to X، يبقى انت هتجيب الـ F capital للنهاية F of X capital minus F of capital للبداية، اللي هي ايه؟ مش احنا لما كنا بنعمل integration from A to B كان بيديني F capital، طبعا هي دي ماشي نمسح الله العظيم الخط ده مودين ده، طيب صح ماشي، هي كانت بتديني F capital of B minus F capital of A. طيب دي مش B دي X، خلاص شيل دي حط X بس. تمام كده عرفنا ازاي نجيب area function رقميا، وزي ما انتم شايفين هي انا هنا حاولت ارسمها دي البداية بتاعتي، فانا لو حطيت الـ X مثلا هنا ب 5 هيجيب لي ايه؟ هيجيب لي الجزء ده. حطيت الاكس بتاعتك ب 7 هيجيب لك الجزء ده. المهم ان هو بادي البدايه بتاعته ثابته وبيجيب الاريا من الرقم من الاي للرقم اللي انت هتحطه. زي ما قلت لو الاي بتاعتك ب 1 فهو هيجيب لك من 1 لا الرقم اللي انت عايزه، هتحط له 5 هيجيب لك الاريا from 1 to 5. تمام طيب دي نقطه الاريا فانكشن ماشي. عايزين بقى ايه نطبق عليها شويه، بس هنطبق عليها باللعب الاول، يعني مش هنطبق بيها بفانكشن، عايزين نطبق بالرسم عشان نتاكد ان احنا فهمناها كويس. طيب لو قلنا هو قال لي b of x هي integration from 3 to x، حد يقول لي دي ايه؟ دي area function اصلا عادي. طب هو ليه حط b؟ يا عم انت مالك، هو area function مش لازم يحط لك عشان تفهم منها area function. طب وال a of x negative 1 ل x area function برضو ليه؟ طيب هفهمك بالراحه، مش دي 3 اه ودي x اه، هو هنا هيجيب لك الديفينيت انتجريشن من 3 ل x، من 3 للرقم اللي انت هتحطه، دي بتجيب لك الاريا من 3 لاي رقم انت عايزه. حلو طيب، طب ال a of x اللي هي تحتها اللي هي الجزء ده هيجيب لك الاريا from negative 1 to x، from negative 1 الاريا من بدايه ال negative 1 لاي جزء انت عايزه. طيب هو تعالوا بقى نحل الحاجات اللي تحت. a of 3 تعال عند ال 3، ال a بتبدا من negative 1 ماشي، ال b هي اللي بتبدا من 3، فلو احنا هناخد ال a of 3 دي بتبدا من negative 1 فهتبدا هنا. انت عايز الانتجريشن من نيجاتيف 1 لكام لغايه الاكس، الاكس هنا بكام؟ مش هي a اوف x، الاكس هنا ب 3 اهي محطوطه جوه القوسين اهم. تمام فانت عايز من نيجاتيف 1 ل 3 هتطلع كام؟ نيجاتيف 27. ليه يا ابني ما هي تحت، انا ما عملتلاش ابسوليوت، ما عملتش اي حاجه، هو ده ديفينيت انتجريشن عادي. تمام فدي تحت فتطلع نيجاتيف 27. طب البي اوف 3 دي بادئه من 3 اصلا، فانت عايز الانتجريشن، يعني البي اوف 3 دي هي عايزه ايه؟ هي عايزه انتجريشن فروم 3 تو 3، دي زيرو يا باشا، ما انت واقف هنا عايز الاريا للنقطه اللي انت واقف فيها. لا ما ليش دعوه بالكلام ده. تمام طيب الاي اوف 5، الاي اوف 5 هيطلع ايه؟ هيديني الانتجريشن الديفينيت فروم نيجاتيف 1 تو 5 تطلع نيجاتيف 27 بلس 3. ليه برضو ما انت كل شويه تسال ليه؟ ما هو يا ابني عشان دي نت اريا، الديفينيت انتجريشن بيجيب النت اريا، فاي حاجه تحت هتخليها نيجاتيف، اي حاجه فوق هتخليها بوزيتيف، فانت عايز من نيجاتيف 1 ل 5 فهتاخد نيجاتيف 27 لانها تحت بلس 3. تمام تمام طب البي اوف 5 هتاخد 3، ليه؟ انت اصلا بدايتك عند ال 3 ونهايتك عند ال 5 فانت عايز الجزء ده بس، والجزء ده فوق الاكس اكسس يعني موجب يعني كام؟ يعني بوزيتيف 3. تمام طيب لو احنا هناخد الاي اوف 9 هتبقى ايه؟ نيجاتيف 27 زائد 3 ناقص 35، اي حاجه تحت الكيرف بنيجاتيف، فالنيجاتيف 27 عشان تحت بلس 3 عشان فوق ماينس 35 عشان تحت. تمام تمام طيب عشان هو اصلا بادئ من نيجاتيف 1. طب بي اوف 9، البي اوف 9 هي بادئه من 3، الانتجريشن بتاعها اهو بادئ اهو، هي دي بادئه من 3 فانت هتاخد 3 ماينس 35 بس، ليه؟ انت اصلا بدايتك في الجزء ده فهتبقى 3 عشان هي فوق الكيرف، 35 عشان هي ايه؟ تحت الكيرف. تمام نيجاتيف 35 نيجاتيف 35 عشان هي تحت الكيرف. تمام طيب ننزل للجزء اللي بعده، هنا بقى ايه نلعب بيها بالفانكشنز بقى، وهنا فيها اقول تركز زي ده عند الرسمه دي كده محدش يركز فيها دلوقتي يعني. طيب ماشي ناخد الاحمر شويه ننوع. هو هنا قال لي انا عايز ال a of x هتبدا ال t from 2 to x، يعني ايه x ايه بس ماشي. طيب هو عايز الانتجريشن from 2 to x لل f of t dt. تمام ليه؟ هو قال لك from t equal to لغايه t equal x، هو اللي قال ماليش دعوه. طيب يبقى احنا لو عايزين نجيب دي قلنا هتبقى integration from 2 to x 2t plus 3dt هتساوي ايه؟ هنعمل integration عادي جدا، هتبقى t square plus 3t. تمام من 2 لx اهي دي الحتة اللي هنعوض فيها، فهتعوض عند الx النهاية فهتبقى x، هتشيل كل t وتحط x هتبقى x power 2 plus 3x
شلت كل تي وحطيت اكس ماينس النهايه سوري ماينس البدايه. البدايه بتاعتك بايه؟ هتعوض هتشيل كل تي وتحط 2، هيبقى عندك 2 باور 2 4 بلس 3 ملتبلاي 2 هيديك 6. يعني هطلع لك في الاخر ايه؟ طلع لك في الاخر اكس باور 2 بلس 3 اكس ماينس 10. دي 10 وهت ايه؟ دي في نيجاتيف هنا فهيبقى ماينس 10. تمام؟ تمام. طيب انا لو عايز الاريا فروم 2 تو 3، انت كده كده اصلا الاريا فانكشن بتاعتك بتبدا من 2، انت عايز لغايه 3، يبقى تعمل ايه؟ عوض هنا عند الاكس ب 3 بس، مش دي الفانكشن بتاعتك؟ اه عوض يا عم ب 3 عادي يعني مش حوار. حط شيل كل اكس وحط 3 تبقى 3 باور 2 بلس 3 في 3 ماينس 10 هتطلع كام؟ هتطلع 8. تمام؟ الاريا فانكشن بتاعتي هي فوق على اليمين اهي، هي بتجيب الديفينيت انتجريشن من 2 لاكس، فلو شلت الاكس وحطيت 3 يبقى انا عايز ديفينيت انتجريشن فروم 2 تو 3 اللي هي الاريا من 2 ل 3. هي هنا عايز الاريا فروم 4 تو 5. يا بوي هنجيبها ازاي؟ ده انا الاريا بتاعتي اصلا الفانكشن ال a of x بتاعتي بتبدا من عند ال t ب 2. طيب حد فقيق دلوقتي هيقول لي جيب ديفينيت انتجريشن from 4 to 5، هقول له انا مش قاعد بحل في اريا فانكشن عشان انت في الاخر تيجي تقول لي ديفينيت انتجريشن from 4 ل، ما انا عارف احنا عايزين نجيبها بالاريا فانكشن. تمام؟ طيب هنجيبها ازاي؟ بكل بساطه مش الاريا بتجيب لك من 2؟ طيب احنا هنجيب من 2 ل 5، هتقول لي ليه؟ ما انا مش عايز كل ده، ونشيل منها من 2 ل 4. يعني طيب مش انت عايز من 4 ل 5؟ انت عايز الجزء ده؟ اه انا هجيب من 2 ل 5 تمام واشيل منها من 2 ل 4، هشيل منها الجزء ده، هيبقى لي هيبقى لي من 4 ل 5. طب تعالوا نشوفها على الكيرف عامله ازاي. مش انت عايز الجزء الاسود ده؟ طيب انا هجيب من 2 ل 5 واشيل، هيبقى عندي ايه اللي زياده؟ هيبقى عندي من 2 ل 4 اللي زياده، هعمل له ماينس. فهنا هنعمل ايه؟ هتجيب ال a اوف 5 الاريا من 2 ل 5 تشيل منها الاريا اوف 4 اللي هي من 2 ل 4. طيب في هنا حاجة، الـ a of x كنا بنجيبها ازاي؟ ان احنا بنعمل انتجريشن للـ f small. طيب طب ما نعمل مش دي احنا كنا بنجيبها بالانتجريشن للـ f small، يعني انا لو دريفت الـ a of x هيرجعني للـ f small تاني، مش الدريفة هي عكس الانتجريشن، والانتجريشن هو انتي دريفاتيف. اه يبقى انت لو معاك حاجة الـ a of x انا جبتها بان انا عملت انتجريشن للـ f small، يبقى انا لو عايز ارجع للـ f small ايه؟ اعمل لي دريفاتيف. تمام؟ فهنا الـ d by dx لل a of x هيرجعني لل f small of x. طبعا نفس الكلام في ال f capital of x، لو عملت لها دريفه هيديني f small of x، ودي احنا عارفينها من المحاضره اللي فاتت ان ال f capital هي تكامل ال f small. تمام؟ طيب اللي هو ايه؟ لو انا دريفت البتاع ده، هو ايه البتاع ده؟ يا ابني مش ده ال ax؟ اه بس خلاص انا دريفته، يعني ال ax بيبقى عباره عن ان انت بتبدا برقم تنتهي عند ال x ديفينيت انتجريشن، لو دريفته هيديك ال f small of x. تمام؟ طيب عايزين ندي قانون جنرال، هو ايه؟ هشرحه وهحل عليه مسائل كمان شويه. تمام؟ بس امشوا معايا بالراحه ماشي. طيب انا لو جبت انتجريشن فروم a تو g اوف x، دي مش x، لو من ال x هيديني f اوف x على طول، دي فروم a تو x فاداني f اوف x على طول، دي من a ل g اوف x، هل ينفع يديني f اوف g اوف x على طول؟ لا، لازم اضربه في الجي داش اوف اكس. ليه؟ حوار التشين رول، دي ساين باور 2 تي دي تي، دي اكس بس صح، شيل التي يا ابني وهات لي الاف سمول اوف اكس، مش دي هي الاف اوف تي، انا عايز الاف اوف اكس، شيل كل تي وحط اكس، يعني دي هتساوي ايه؟ ساين باور 2 اكس بس، خلاص خلص. طبعا هنا في دي باي دي اكس تمام، وهنا في دي باي دي اكس. حلو؟ طيب جميل. طيب هنا في مشكله، انت البدايه عندك هي اللي باكس والنهايه ب 5، لازم تعكسها، فهتقول لي نيجاتيف من 5 لاكس، هتقول لي ليه؟ بص الاريا بتجيب من رقم ثابت للاكس، ما ينفعش من اكس الرقم ثابت، انت كده عكست اشاره، فلازم نعمل نيجاتيف ونعكس البدايه والنهايه. طيب هتبقى ايه؟ روت تي باور 2 بلس 1 دي اوف دي تي، هيتساوي ايه؟ هنا عندك اكس بس اه مش دي اف اوف تي، اه مش اللي انا عامله ده، ده ريافته هيديني اف اوف اكس. اه ايه الفرق بين الاف اوف تي واف اوف اكس؟ انت هتشيل كل تي وتحط اكس، فاحنا هناخد نفس الفانكشن دي هنشيل كل تي ونحط اكس، وفي نيجاتيف ما ننساهوش. تمام؟ طيب ننزل، اظن اه ماشي، هنا بقى ايه هنبدا في اللعب بقى. طيب دي تعال نحلها بالقانون كده على طول بقى، على طول ضرب كده. طيب
هنعمل ايه؟ اول حاجه هنعملها ده هيديني ال f of g of x في ال g dash of x. فين ال g of x؟ ال g of x اهي اللي هي x power 2. طيب تعالوا بقى ال g dash of x ده ريافت ال x power 2 to x في ال f of g of x، مش d of t. f of t تساوي ايه؟ كوزين t سكوير. تمام، شيل كل تي وحط x power 2، مش هتحط x بس، انت هتحط g of x كلها جوه الاف، هنحط f of x power 2 فهتساوي ايه؟ لو شلت كل تي وحطيت x power 2 هيبقى كوزين x power 2 all power 2 تاني، فيبقى كوزين x power 4، فدي هتبقى 2x في كوزين x power 4. دي المسألة بتاعت الاسايمنت او الكويز يعني اللي الدكتور بيحطه في اخر المحاضرة. تمام، هي بتتحل ازاي لو حد معرفش حلها؟ طيب انا هعمل ايه؟ بكل بساطة هات لي يا ابني الروت اكس اهو، طيب وهات لي هنا زيرو. ليه؟ يعني ما تقعدش تسأل وخلاص، اكتبها الاول بس عشان ده موال اصلا لوحده. بلس من زيرو لثري اكس، اظن كده بقى المفروض يعني من غير ما اشرح تكون فهمت ليه. ليه؟ عشان بكل بساطة مش انا ممكن الزق دول واعمل من روت اكس لثري اكس على طول؟ ممكن. انا عملت العكس. ليه عملت العكس؟ عشان يبقى عندي رقم ثابت عشان اعرف اداريف. هو هنا طبعا عايز الداريفا، يعني هو عايز دي باي دي اكس. تمام، عشان اعرف اداريف فلازم يبقى من رقم لرقم ثابت. من رقم ثابت لاكس. تمام، طيب فلو جينا نعمل الكلام ده، ده في مشكله. هتقول لي ايه مشكلته؟ هقول لك بكل بساطه ان انا عندي هنا هو من روت اكس لزيرو، انا عايزه من زيرو لروت اكس. ناقصك ايه يا ابني؟ عكست البدايه للنهايه، يبقى ناقصك ايه؟ ناقصك نيجاتيف. تمام، طيب حلو حلو، هنا ناقصك ايه؟ مش ناقصني حاجه. طيب انا هحل بالرول على طول. ماشي، اول حاجه هتعملها هنا هتضرب في دريفاتيف ده، دريفاتيف في جي اوف اكس، دي جي اوف اكس دريفاتيف بتاع ايه؟ 1 اوفر 2 روت اكس. تمام، في ايه؟ في انك هتشيل كل تي وتحط روت اكس، فلو شلنا التي دي وحطينا روت اكس هيبقى التي اللي هي روت اكس اول باور 2 روت اكس اول باور 2 روت اكس باور 2 يديني اكس ساين 1 بلس اكس. نفس القصه، هتشيل هنا التي باور 2 سوري هتشيل التي وتحط روت اكس، فهيبقى روت اكس اول باور 2 روت اكس باور 2 يديني اكس. نفس الحوار. تمام، بلس اضرب في الديريفاتيف ده من غير اي حاجه 3. ليه ما ضربتش هنا في نيجاتيف؟ طيب يا ابني ما هي من 0 ل 3 اكس، الفانكشن ما فيهاش مشكله، هنا كانت من روت اكس ل 0 فاضطريت اعكس البدايه والنهايه واحط نيجاتيف. تمام تمام، فهنا انا عندي 3 اللي هو الديريفاتيف جي اوف اكس، هتشيل كل تي وتحط 3 اكس، فهيبقى عندك هنا 3 اكس باور 2 ساين 1 بلس 3 اكس اول باور 2. طبعا كل ده دي الانجل بتاعتك يعني. حلو، طيب لو جينا نبسط يعني الكلام ده شويه هيبقى 27 اكس باور 2 في ساين 1 بلس 9 اكس باور 2. نخش على جزئيه ثانيه، هو ايه الفرق بين الاف كابيتال اوف اكس والاي اوف اكس؟ يا عم استنى بس، هي الاف اوف اكس عباره عن ايه؟ عباره عن انتجريشن للفانكشن عادي. طب والاي اوف اكس عباره عن ايه؟ عباره عن انتجريشن للفانكشن برضو، بس هنا ديفينيت انتجريشن. يعني ايه؟ يعني هنا في كونستنت. انا هنا الانتجريشن بتاع الاي اوف اكس هو ازاي؟ هو من رقم ثابت لاكس. تمام، من رقم ثابت لاكس للاف سمول اوف تي مثلا دي تي. تمام، ده هيديني الاف كابيتال اوف اكس، هي بس ماينس اف اوف اي. فهتلاقي الفرق بينهم ايه؟ الفرق بينهم هو الاف اوف اي بس. ايه الفرق بين اف كابيتال اوف اكس ماينس اف اوف اي وبين الاف كابيتال اوف اكس؟ الفرق بينهم الاف كابيتال اوف اي بس. فهو الفرق بينهم ايه؟ الفرق بينهم هو رقم ثابت، عشان كده انا كتبت هنا كونستانت. كونستانت يعبر عن اي كونستانت في الدنيا. السي ده مش رمز متغير. تمام، هو سي اختصار لكونستانت. حلو، طيب شيل بقى الشخبطه اللي انا عاملها دي عشان دي تبقى نظيفه شويه. ماشي، هنا في داش. تمام، طيب بكل بساطه هو احنا مش كنا بنقول انا بشرح الحته دي دلوقتي. تمام، عشان حاسس ان انا جريت يعني. احنا مش كنا بنقول ان انتجريشن الاف اوف اكس دي اكس هيديني الاف كابيتال اوف اكس؟ طب ما هي لو قلت انتجريشن الاف داش اوف اكس دي اكس هيديني الاف سمول اوف اكس. هي انا بس فرق المسميات، يعني انا سميت الكابيتال اف سمول وسميت الاف سمول داش. ليه؟ عشان الاف اوف اكس لو جيت ادريفها دي باي دي اكس هيديني ايه؟ هيديني اف داش اوف اكس. طيب فانت لو عايز ترجع ترجع
ترجع في رايك يعني هتعمل ايه؟ هتعمل انتجريشن دي اكس وانتجريشن دي اكس. الانتجريشن طبعا دي اكس مش بره، دي اكس جوه يا يوسف. ماشي، الانتجريشن هيعمل ايه؟ الانتجريشن بيودي الديريفاتيف، فيبقى لك اف اوف اكس هتساوي ايه؟ هتساوي انتجريشن اف داش اوف اكس. بس انت الاف داش دي هي الدريفه، عايز ترجع هترجع بالتكامل، هيديك الاف الاصليه. تمام، فهنا الانتجريشن للاف داش اوف اكس دي اكس فروم اي تو بي هيديني الاف الاصليه من للبي ماينس الاف اوف اي. تمام تمام، ننزل تحت. هنا هنبدا نخش في حبه ايه، حته التكامل صغنطوطه كده، عشان ايه لو اي حد عنده اي مشاكل في التكامل، لان احنا الترم ده يعني لسه في انتجريشن تكنيكس وحوارات يعني. طيب لو اكس عاديه، ترم اكس عاديه، هنعمل ايه؟ انت هتزود الباور وتقسم على الباور الجديد بعد ما زودت عليه، لكن بشرط ان البي ما ينفعش تبقى بنيجاتيف 1. ليه؟ البي اللي تحت، يعني مثلا ما ينفعش اقول لك ان اوفر اكس، تعملي الانتجريشن بتاعه تقولي ان هي اكس باور نيجاتيف 1، هنزود الباور هيبقى اكس باور 0 نقسم على الباور الجديد اللي هو 0. هقول لك لا ده غلط، ما نعملش كده، احنا مش بنقسم على 0. ماشي تمام. فهنا الشرط ايه؟ ان البي ما ينفعش تبقى تساوي نيجاتيف 1، عشان البي اوف 1 اللي هو الباور الجديد ما يساويش 0. تمام تمام جد. نمسح بقى العك ده عشان لو حد شايفني هيبلغ عني. ماشي طيب، عايزين بقى ايه نعمل انتجريشن دي؟ عادي جدا، هنعمل انتجريشن زي هي بقى 3 اكس باور 2 زود على الباور 1 2 بلس 1 3، اقسم على الباور الجديد اللي هو 3 بلس 2 اكس، الاكس باور 1 زود على الباور الجديد، هتزود 1 بلس 1 هيساوي 2 اوفر 2. تمام، طبعا هتعوض الحدود بتاعتك من 0 ل 2، ف بس ال 3 هتروح مع ال 3 وال 2 هتروح مع ال 2، هيبقى ده هيديك x باور 3 بلس x باور 2، طبعا هتعوض من 0 ل 2، فهتبقى 2 باور 3 بلس 2 باور 2 ماينس 0. يعني مش مهم، يعني ما اظنش ان دي اللي محتاجه شرح، يعني المهم تكون فهمتوا فكره الانتجريشن لو حد عنده ايه فيها مشكله. تمام، طيب نخش على نقطه الكونستانت اللي هي دي. هنا ايه دي؟ ايه ده؟ رقم ثابت. انتجريشن لرقم ثابت دي اكس هيديني النقص الرقم الثابت جنبه اكس بلس كونستانت، طبعا دي ايه كده ما بتتشالش، يعني لازم تتحط لان ده مش ديفينت، اللي ده كان ديفينت، ده مش ديفينت. حلو، طيب ليه؟ هو ابني مش الاي اكس لما كنا بنعملها ديريفاتيف كنا دريفتها ايه؟ ال5 اكس الديريفاتيف بتاعها 5، اه بس يبقى العكس، يبقى ال5 التكامل بتاعها 5 اكس. طيب معلش، واحده يقول انا مش فاهم. حاضر حاضر انا اسف. طيب هي مش دي كانها جنبها اكس باور 0؟ ليه اكس باور 0؟ ما هي اكس باور 0 تساوي 1. هل انت فارق معاك ان انا اضرب في 1؟ لا، بس يبقى انا هنا ايه؟ دي اكس باور 0، زود الباور 0 بلس 1 يديني ايه؟ يديني 1. شاطر. ايه هتقسم على الباور دي؟ هتقسم على 1، هيديك ايه؟ هيديك اي اكس بلس سي. السي دي جت منين؟ السي دي رقم كونستانت. ماشي، عشان ايه ما حدش يسرح مني يعني. تمام، فاداني اي اكس. حلو، خلصنا من النقطه دي، خلصنا من النقطه دي. نخش بقى في اللعب اللي بجد بقى. طيب احنا هنا هنبدا القوانين المتعبه شويه، هي مش متعبه قوي يعني، هتتعودوا عليها بالحل وكده، مش متعبه خالص ان شاء الله يعني. طيب هنبدا بقوانين الترج. بكل بساطه قوانين الترج سهله جدا، انت لو عارف الدريفاتيف هتعرف تعمل انتجريشن، بس انت بس محتاج تحل فعلا انتجريشن عشان تلنك ان اول ما يجي في وشك انتجريشن ساين تعرف بتودي ايه. طيب الساين الانتجريشن بتاعها هيديني نيجاتيف كوزاين اف اوف اكس. حلو، بلس سي. تمام، ده اول قانون. طيب ايه اللي انت كاتبه ده؟ هقول لك بالراحه. طيب عشان بس نخلص من النقطه دي وما تسالش فيها كتير، دي باي دي اكس لكوزاين 3 اكس، انا هنا في الديريفاتيف هيديني ايه؟ احنا كنا بنعملها ازاي؟ هتدريف الكوزاين هيديك نيجاتيف ساين 3 اكس، في حاجه ناقصه ديريفاتيف الانجل. تمام، هتبقى 3 فهتضرب ملتبلاي 3 اللي هي تساوي نيجاتيف 3 ساين 3 اكس. طب يعني يعني من الاخر انت عشان تكامل الساين لاي فانكشن جواها ايا كان ايه اللي جواها، ان شاء الله يكون بلا اسود مش مهم، اي حاجه جواها لازم دريفتها تبقى جنبها. انتجريشن لمثلا احنا هنا في الساين. تمام، طيب ساين اكس باور 2 تمام، دي دريفتها ايه؟ 2 اكس. هل ال 2 اكس واقفه جنبها دلوقتي؟ يعني في هنا 2 اكس وانا مش شايفها؟ لا، يبقى قول لي مش هتكاملها، ماليش دعوه، ما اعرفش، بس خلاص ويمشي. ابقى اقول لك ازاي تتحل قدام ان شاء الله، بس دلوقتي انت ما تعرفش ازاي تتحل. تمام تمام، طيب ف طيب لو قلنا تكامل ساين 5 اكس، هقول لك دي سهله يا عم اهو،
استنى بس، انت هتكمل ازاي ما جنبهاش الدريافة؟ بص عشان بس نبقى متفقين، الدريافة لو كونستنت عادي، ليه عادي؟ هي دي درافتها ايه؟ تعال بس نغير اللون، ماشي؟ دي درافتها ايه؟ مش 5، حط هنا 5 وحط هنا 1 اوفر 5. ليه؟ 5 في 5 بواحد، نص في 2 بكام؟ ب 2، نص في 2 مش ب 4، ماشي؟ نص في 2 ب 2. ليه؟ عشان يا بابا نص في 2 ب 2 على 2 بواحد، فانا بضرب في 1، بضرب في 1 يعني بضرب في رقم، مش هيعمل لي حاجه في الضرب، 5 في 1 هي 5، تمام؟ فانا هنا عملت ايه؟ عملت 5 ساين 5 اكس وضربت بره فال اوفر 5. ليه؟ ده كونستنت عادي يطلع بره الانتجريشن. ده هيديني ايه؟ هيديني مش دي اهي الساين 5 اكس وجنبها دريافه الانجل؟ اه خلاص بقول لي كوزاين 5 اكس والنيجاتيف، في حاجه انت ناسيها، في كونستنت بره، يبقى على 5، 1 اوفر 5 يعني على 5. المهم يعني انك ما تنساش الكونستنت اللي بره، تمام؟ طيب ليه اصلا انتجريشن الساين اكس بيديني نيجاتيف كوزاين؟ عشان انت يا عم جرب ارجع، بص لو مش مصدقني في حاجه دريف، اعمل دريفاتيف. طيب انا لو جيت اعمل دريفاتيف للجزء ده، دريفاتيف الكوزاين ايه؟ نيجاتيف ساين، وانت هنا في نيجاتيف فهتبقى بوزيتيف. بس النقطه دي هي نفس الحوار، لازم يبقى دريفتها جنبها. فلو جيت اقول مثلا انتجريشن كوزاين 3x باور 2 6x انتجريشن دي اكس، هتقول ايه؟ هتقول لي بكل بساطه ده يساوي ساين 3x باور 2 بلس سي. هتقول لي اشمعنى هنا مفيش نيجاتيف؟ اقول لك عشان احنا لما بنداري بالساين مش بنحط نيجاتيف، فبالتالي لما تيجي تعمل لها انتجريشن تعمل انتجريشن لايه؟ لعكس الساين. مين اللي عكس الساين؟ الكوزاين. انت بتداري في الساين يديك كوزاين، بيديك بوزيتيف كوزاين، فلما تيجي تعمل انتجريشن للكوزاين هيديك ساين عادي. هقول تاني، اي حد مش مقتنع بحاجه مساوبه اعمل دي تفاضل، لو ما ادكش دي يبقى انا عندي مشكله، ماشي؟ تمام. طيب احنا هنا ليه عملنا كده؟ هي دلوقتي بكل بساطه دي الدريافه بتاعتها ايه؟ الانجل دريافتها ايه؟ 6 اكس، تمام؟ ال 6 اكس جنبها اه خلاص انا مطمن، يبقى ساين نفس الانجل عادي جدا وما حصلش اي حاجه. نفس الحوار بالظبط، هو مش التان الدريفاتيف بتاعته بتديني السك باور 2، يبقى انتجريشن السك باور 2 هيرجعني خطوه لورا وهيديني ايه؟ هيديني تاني، تمام؟ تمام. فلو جينا نقول انتجريشن 5 ساين 5 اكس باور 2 ساين ايه؟ استنى بس اسف، ماشي خليها 5 اكس سك باور 2 دي اكس. طيب دي دريفتها ايه؟ دي دريفتها 10 اكس. هل انت هنا عندك 10 اكس؟ انا عندي 5 اكس. خلاص ال 5 لو اتضربت كام في كام تبقى 5؟ ال 5 لو اتضربت في كام تبقى 10؟ في 2، 5 في 2 ب 10. طيب انت ضربت في 2 هتضرب في 2 وتجري؟ لا، ارجع بظهرك اضرب في نص، عشان نص في 2 ب 1. ما عملتش حاجه، كاني كده ايه؟ اديتك 5 جنيه وخدت منك 5 جنيه، ما عملتش حاجه، احنا صافيين، تمام؟ فده هيديني ايه؟ الكلام ده هيديني تاني، هيديني 10 5x باور 2 بلس سي. اوعى تنسى النص، في نص مضروب في التاني، تمام؟ تمام جدا. احنا لما كنا بنعمل دريفاتيف للكوتان كنا بنعملها دريفاتيف ايه؟ كنا بنعمل للكوتان نيجاتيف كوسيك باور 2. فانت لو عايز تعمل تكامل للكوسيك باور 2 ارجع لي، بس في نيجاتيف انت نسيته، مش مصدقني داريف، وهكذا. حلو؟ فنفس الفكره مش هنحل عليها دلوقتي بقى ايه؟ خلاص اظن الموضوع بقى مفهوم شويه، ماشي؟ هي نفس القوانين بتاعت الدريفاتيف بس فرق انها العكس. طيب سيك تان ايه اللي دريافته كان بتديني سيك تان؟ هو السك. فانا لو عايز اكامل سيك تان يديني السك. طبعا نفس الحوار بتاع الاف داش والاف اكس. على فكره القوانين لو لقيتوها مكتوبه في حته كده، عشان بس نسيت اقول النقطه دي، تان اكس ايكوال سك اكس على طول. طيب ليه؟ بكل بساطه هو اصلا دريفاتيف دي ايه؟ 1 بس، خلاص امشي اتكل على الله. ده القانون اللي هتلاقوه موجود كتير قوي، بس القانون اللي انا كاتبه فوق ده الاشمل، وده على فكره بيتجاب بالسبستيتيوشن، بس احنا لسه ما خدناش، احنا خدناه في المحاضره بس انا مش هشرحها في الليكتشر دي، مش هشرحها في الفيديو ده يعني، تمام؟ فعموما انا كاتب القانون الاشمل والاعم، تمام؟ واظن انتوا فاهمينه بسبب الدريفاتيف، ماشي؟ طيب هنا نفس الحوار بالظبط، احنا كنا بنداري الكوسيك يديني نيجاتيف كوسيك كوتان. طيب انا لو عايز اكمل كوسيك كوتان كده لازم نيجاتيف، ما تنساش النيجاتيف. طيب هنحل المسالتين دول ببساطه، ما فهمش حاجه يعني الفكره، بس انا بحاول ازود لكم بعض الافكار. طبعا هي الاولى ما فيهاش فكره اصلا، الاولى دي يعني عادي اي حد يحلها يعني.
بس مثلا اللي تحتها مش عاديه شويه، عشان بس ايه ان شاء الله شباب علمي علوم او اللي ما خدوش الكلام ده قبل كده يوصلوا ان هم ان شاء الله يعني يعرفوا يحلوا احسن مني كمان. ف بس يعني الفكره كلها في ان احنا نزود افكار، طول ما بنحل وبنتعرض لافكار جديده طول ما مستوانا بيتطور، ده الكالكولس. تمام. طيب فاول نقطه، اول حاجه هعمل ايه؟ هات انتجريشن. ده انتجريشن بتاعه ايه؟ اكس باور 4. ليه زودت على 3؟ 1 بقت 4، اقسم على الباور الجديد 4 بلس 5 اكس. الاكس باور كام؟ 1، زود عليها باور هيبقى 2، 1 بلس 1 يساوي 2. تمام ماشي، اقسم على الباور الجديد 2. دي ما ينفعش نعملها انتجريشن كده. ليه يا عم؟ عادي، هي بس اكتبها كده بس، يعني معلش اكتبها كده احسن، اسهل يعني. تمام، دي اكس باور نيجاتيف 2. نيجاتيف 2 بلس 1 بكام؟ مش بنيجاتيف 3، لا يعني انا لما اجي ازود هنا على الباور، مش انا بزود على الباور واحد، نيجاتيف 2 بلس 1 هيديني اكس باور نيجاتيف 1. سبحان الله، هتقسم على الباور الجديد، الباور الجديد بكام؟ بنيجاتيف 1. تمام، فدي هتديك اكس باور 4 على 4 على 4 حلو، بلس 5 اكس باور 2 على 2 ماينس 1 اوفر اكس. ليه؟ ما النيجاتيف 1 دي ضربتها هنا فده بقى نيجاتيف، والاكس باور نيجاتيف 1 هي هي 1 اوفر اكس زي ما انا عملت هناك، مش انا خليت ال1 اوفر اكس باور 2 اكس باور نيجاتيف 2. اه طيب ما انا عملت العكس هنا بس. تمام، عشان دي شكلها كده ايه، ده الشكل المتعارف عليه يعني، ده الشكل الافضل في الكتابه. تمام ماشي. هنا في رول مهمه جدا، مش عارف انتوا خدتوها في الدريفيتيف ولا لا، بس هي مهمه دي. اي دريفه لازم يكون السكوير روت اللي هو الروت العادي اللي هو روت 4 ب 2 اللي هو الروت بتاع العادي اللي هو انتوا فاهمين الروت العادي يعني، مش كيوبيك ولا اي ولا اي حاجه. تمام، طيب دريافته بيعمل ايه؟ هتاخد 2 والروت تحت في المقام، 2 في الروت هو هو، والدريف اللي جوه الروت تعمل تفاضل اللي جوه الروت، تعمل اشتقاق لجوه الروت، اي حاجه، المهم اللي جوه الروت يتعمل له دريفاتيف يطلع فوق في النوميريتر او في البسط. البسط ايه؟ اسمه بسط ايا كان اللي هو اللي فوق يعني. تمام، طيب ده الدريفاتيف. طيب يبقى انا لو عايز اعمل تكامل لده هيرجعني للروت، يعني مش ده 2، انا عايز اعمل تكامل دلوقتي 2 الروت للاف اوف اكس ودريافت اللي جوه الروت فوق، ماشي هيديني ايه؟ هيديني الروت بتاعي. بس انا رجعت في رايي، مش عملت دريفاتيف، ارجع بالتكامل، ارجع بالانتي دريفاتيف او بالانتجريشن ايا كان. طيب عايزين دي، بص كده لمح بعينك كده القطه، مش دي اكس باور 3 دريافتها ايه؟ دريافتها 3 اكس باور 2 اهي، في 2 في 2 بس، يبقى دي هتديني ايه؟ بس خلاص. مش مصدقني يا عم؟ اعمل تفاضل لده، لا لا ارجع ارجع ارجع، اعمل التفاضل ده، لو ما ادكش ده اشتم، اعمل يلا هيديك ايه؟ 2 روت يعني 2 في روت تحت فوق ديريفاتيف اللي جوه روت اللي هو 3 اكس باور 2. تمام، اللي هو نفس ايه؟ نفس ده طبعا، ما ننساش الكونستنت. حلو، طيب دي هتبقى ايه؟ ماشي، دي سهله قوي باين يعني، تبقى باي ار باور 3 اوفر 3 ار باور 2، زودت عليها تبقى باور 3 قسمت على باور 3. لو حد فكر في اللي انا كتبته ده ان هو ممكن يكون في نسبه 1% صح، لا ما ينفعش. ليه؟ دي دي اكس، انت بتكامل بالنسبه للاكس، الار دي رقم ثابت، ده عبط، اوعى حدش يعمل كده خالص. دي هتبقى ايه؟ هتبقى عادي باي ار باور 2 في الاكس، عادي جدا ما فيش اي حاجه. ليه؟ الباي ار باور 2 ده رقم ثابت. ليه؟ هقول تاني، انت بتكامل بالنسبه للاكس، دي دي اكس، مالكش دعوه، ما تشوفش اي فاريبل غير الاكس، انت ما عندكش فاريبلز غير الاكس، ماشي ماشي. ننزل تحت. طيب ندينا بقى في الامثله الجميله جدا. طيب تعالوا نحل المساله دي، هنعمل ايه؟ دي اول حاجه بص عليها ديريفاتيف الانجل، موجوده مش موجوده؟ طب ديريفاتيف الانجل كام؟ ديريفاتيف الانجل 2، خلاص اضربها في 2 اهي، 2 ساين 2 اكس ماينس 5 دي اكس تكامل. طب اضربها في بره، ليه؟ هاف 2 يديني 1، يبقى انا ايه؟ اديتها 5 جنيه خدت منها 5 جنيه، ما عملتش حاجه. طيب دي كده على بعضها ايه؟ ده الكابشه بتاعتي الساين، وجنبها ديريفاتيف الانجل هيديني ايه؟ هيديني كوزاين 2x ماينس 5 في هاف. طبعا في نيجاتيف، ليه؟ عشان الكوزاين الديريفاتيف بتاعه هيديني نيجاتيف ساين، فلما تيجي ترجع من ساين لكوزاين ما تنساش النيجاتيف. تمام تمام. طيب دي هتبقى نفس القصه، تضرب في 3 وتلت، اظن خلاص بقى يعني المفروض تكونوا اتعودتوا على الفكره دي. تمام، فهتبقى ايه؟ هتبقى كوزاين ايه؟ اوعى كوزاين ايه بس يا بابا، تبقى ساين 3x ماينس 1، طبعا هنا في بلس كونستانت عشان بس يعني، وهنا برضه في بلس كونستانت يعني، ماشي؟ طيب ف وهنقسم على 3. ليه؟ انا ضربت في 3 اللي هي ديريفاتيف الانجل
فخدت دي كلها على بعض خليتها ساين نفس الانجل عادي جدا بس في ثيرد ما ننساهوش تمام اهو. طبعا دي بوزيتيف عادي تكامل الكوزين بيديني رقم بوزيتيف تكامل الساين اللي بيديني رقم نيجاتيف. تعالوا نحل دي. دي هتبقى عامله ازاي؟ هتبقى كوزين باور 2 3 اكس الكوزين ايه كوسيك باور 2. طيب هو ايه اللي دريافته كوسيك باور 2؟ الكوتان. تمام الكوتان دريافته نيجاتيف كوسيك باور 2. طيب اول حاجه نبص عليها دريافت الانجل. هل انت هنا عندك دريافت الانجل؟ لا. يبقى اضرب في 3 واضرب في 3. طيب دي كلها على بعض 3 كوسيك باور 2 هيديني نيجاتيف كوتان 3 اكس ناقصك ايه؟ ناقصك الثيرد بلس الكونستنت. تمام عايز مش مصدقني دريف دي هترجع للفانكشن بتاعتك. تمام طيب هنا بقى ايه هنبدا نزغزغ بعض كده. ايه نزغزغ بعض دي؟ طب هنبدا ايه يعني نلعب بالافكار شويه. اول حاجه فكروا كده فيها 5 دقايق مش لازم بصراحه يعني. الكوزين تحت تطلع سك 1 اوفر كوزين يديني سك فدي هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن سك اكس في تان اكس تكامل دي اكس. اظن دي مش محتاجه ما فيهاش اصلا يعني دريفت الانجل 1 حتى ما فيهاش اي حاجه هتساوي سك اكس بلس كونستانت عادي جدا ما فيهاش اي حاجه. تمام ليه؟ عشان زي ما قلت الكوزين تحت 1 اوفر كوزين هيطلع فوق ايه؟ هيطلع فوق سك اكس. مش مصدقني خد السك اكس ارجع اعملها تفاضل او ارجع اعملها دريفتيف. دريفت السك اكس ايه؟ دريفت السك اكس هي سك اكس تان اكس. اظن دي برضو واضحه جدا. السك بار 2 يعني الانتجريشن بتاع تان ليه؟ انتجريشن التان انا اسف دريافت التان هيديني سك بار 2 فانت عايز ترجع في رايك يبقى انتجريشن السك ايه؟ تان. طبعا ده عبط محدش برضو يعمل كده. ليه؟ ده رقم ثابت برضو ماشي. فانت هتعمل ايه حرفيا؟ انت هتكتب كده سك بار 2 باي على 4 في الاكس بس. ليه؟ دي كانها 5 يعني الرقم ده كانه 5 كاني بقول لك مثلا ساين 30 ما هي بنص رقم عادي ما تكملش اي حاجه الا الاكس مش بنكمل باي احنا. تمام طيب هنا دي الكوسيك هتطلع ايه؟ الكوسيك هتطلع ساين. طيب هي دي عموما نقف عندها شويه لان يعني فكره هي مش فكره صعبه بس على حسب انتوا عارفين القانون ولا لا. اول حاجه احنا قلنا 1 اوفر كوسيك هيطلع فوق ساين الكوسيك تحت ساين فوق الساين تحت كوسيك فوق فدي هتديني ايه؟ هتديني نكتبها هنا كده تكامل كوزاين اكس في ساين دي اكس. طيب ايه العبط ده؟ نعملها ازاي؟ ماشي او بكل بساطه في قانون دبل اوف انجل عباره عن ساين 2 اكس يساوي 2 كوزين اكس ساين اكس. تشوف الكوزين اكس لازقه في الساين اكس هنا تقول على طول في ساعتها دبل الانجل ساين دبل الانجل. تمام طيب لازم يبقى عندك 2 كوزين ساين. هل انت هنا عندك 2 كوزين ساين؟ لا انا عندي كوزين اكس ساين اكس ما عنديش 2. سهل اضرب في 2 واضرب في هاف دي كده تديك ايه؟ دي كده تديني ساين اكس ساين 2 اكس انا اسف هاف ولسه ما كملناش احنا كل ده لسه بنفك المساله لسه ما كملناش. تمام عايزين نكمل. طيب فين دريفاتيف الانجل؟ دريفاتيف الانجل 2 حط 2 هنا وحط 1 اوفر 2 كمان بره يعني 2 في هاف يديني كام؟ يديني 1. طيب دي كده تديك ايه؟ هتديني نيجاتيف كوزاين 2 اكس. ليه؟ احنا قلنا بقى الساين في الانتجريشن بيوديني نيجاتيف. تمام وايه دريفاتيف الانجل اهو فشلت الدريفاتيف الانجل مع الساين هيديك كوزين الانجل. تمام هاف هاف هيديني كوارتر. طبعا قلنا ما ننساش النيجاتيف وما ننساش السي. حلو طيب ننزل تحت نبدا في حاجه جديده. احنا كده كده خلاص خلصنا حل عن النقطه اللي فاتت دي عايزين ايه نخش شرح نقطه جديده شويه الايفن فانكشن والاوت فانكشن. حلو طبعا دي رسمه الابسوليوت اكس احنا عارفين انها ايه؟ عارفين انها ايفن. يعني ايه ايفن؟ من الترم الاول احنا عارفين من كالكولس 1 ان الاف اوف اكس ايكوال اف اوف نيجاتيف اكس. تمام دي الايفن اللي النيجاتيف مش بيفرق. يعني ايه؟ يعني اكس باور 2 مثلا النيجاتيف 5 باور 2 هيديني 25 وكذلك ال 5 باور 2 هيديني 25. تمام تمام طيب ففي الايفن لو انت عايز تجيب انتجريشن ديفينيت من نيجاتيف ايه لايه؟ مش الحتتين دول قد بعض؟ يعني دي قد دي؟ اه ما احنا قلنا انها انها ايفن وان الاي هي هي النيجاتيف ايه لان النيجاتيف ملوش اي ستين لازمه في الايفن. خلاص يبقى دي هتساوي ايه؟ هتساوي 2 الانتجريشن من 0 لايه؟ طبعا للاف اوف اكس دي اكس. تمام تمام جميل جدا. ليه؟ عشان قلنا ان الحته دي هي هي الحته دي
تمام؟ فاتنين الحتة دي يساوي الجزئين زي بعض، يعني أحمد وأحمد يساوي اتنين أحمد، تمام؟ طيب فدي النقطة ايه بتاعت الإيفن. طبعا في معلومة ان الكوزين هي إيفن، كوزين إكس نوعها إيفن، حلو؟ عشان بس ايه دي نقطة مهمة جدا يعني. ننزل للقد، القد ايه؟ القد العكس بالظبط، النيجاتيف بيبان، يعني يعني الاكس رسمه ايفن، إيه رسمه قد، يعني اللي انا رسمها دي هي اكس. طيب النيجاتيف 5 هيديني نيجاتيف 5، طب وال5 هيديني 5، ففي هنا فرق نيجاتيف. طيب يعني الجزء ده ممكن لو جبنا الاريا بتاعت الجزء ده هتطلع كام؟ نيجاتيف 5. طب لو جبنا الاريا بتاعت الجزء ده هيطلع 5، الاثنين عكس بعض. فلو جبنا الانتجريشن، نمسح طيب ماشي، لو جبنا الانتجريشن from negative a to a هيديني ايه؟ هيديني 0. ليه؟ انت ما عملتش حاجة، انت زودت اريا حتة بالموجب وحتة بالسالب راحوا مع بعض، الساين اكس هي قد ماشي. دي معلومات ايه برضو يعني مهمة في حوار الساين والكوزين ده، الكوزين even والساين قد، تمام؟ طيب عايزين نحل دي برضو، عارف والله ان هينفع تتحل في فنت انتجريشن عادي جدا جدا من غير اي عبط من حوار الاود والايفن، بس انا احنا عايزين ايه نحلها بالصفات بتاعت الاود والايفن. طيب اول حاجه نعملها هنقسم الانتجريشن، اظن الحوار ده خلاص سهل يعني. هنعمل ناخد نفس الانتجريشن اهو ماينس نفس الانترفال نيجاتيف 2 ماشي، دي من نيجاتيف 2 ل 2 ودي اود ليه؟ اكس باور 3 الباور اود، فهي رسمه اود، اعوض بالنيجاتيف اكس هيديك نيجاتيف 3، اكس باور 3 اعوض باكس هيديك 3 اكس باور 3، تمام؟ فدي كده كلها تديني 0 ليه؟ عشان اود زي ما قلنا ومن نيجاتيف 2 ل 2 لازم يكون من نيجاتيف a ل a، من نيجاتيف 2 ل 2 من نيجاتيف 5 ل 5، فدي هتديني 0 فمالهاش اي ستيل لازمه. طب دي الجزء ده، الجزء ده هيديني ايه؟ الجزء ده هيديني 2 انتجريشن فروم 0 2 للاكس باور 4، بدل من نيجاتيف 2 ل 2 انا هاخد من 0 ل 2 واضربها في 2 لان الجزء اليمين زي الجزء الشمال، تمام؟ الاكس باور 4 زي ما قلنا بس، وهنا هنعمل تكامل عادي جدا هيبقى اكس باور 5 نقسم على باور جديد اللي هو 5 وهنعوض من 0 ل 2. طبعا ما انساش ان في 2 هنا مضروب فيها فهتبقى 2، هنضرب في الاثنين دي. طيب نشرح اخر جزئيه ان شاء الله، هي الافريج فاليو، تمام؟ طيب افريج فاليو اوف اي اوف الاف اوف اكس، انا عايز القيمه المتوسطه للاف اوف اكس، مش الاف اوف اكس مثلا هو كيرف كده حلو ماشي، عايز اشوف ايه القيمه المتوسطه اللي ايه موجوده في الكيرف ده. طيب هي ايه القيمه المتوسطه عموما بنجيبها ازاي؟ انا مثلا عندي ثلاث قيم اهم، بجيبهم هجيب الافريج بتاعهم ازاي؟ هجيب 3 بلس 5 بلس 7 على عددهم اللي هو 3، فبجمع القيم واقسمهم على ايه؟ واقسمهم على عددهم، كلام جميل جدا. طيب نمسح بقى الكلام ده ماشي. فانا لو عايز الافريج للاف اوف اكس هعمل ايه؟ طبعا المشكله انها كونتينوس لان ده كيرف، فانا لو عايز اجمع هجمع من الكي ايكوال 1 لان، وهعمل ليميت الان راح الانفينيتي عشان اجمع واجمع قيم كونتينوس، فهعمل ليميت ان الان راح الانفينيتي، تمام؟ طيب انا هجمع ايه؟ هجمع الاف اوف اكس، تمام؟ طيب واقسمها على الان، كلام جميل حلو، لان انا قلت هجمع واقسم على عددهم. طيب تعالوا نعمل حاجه، نضرب فوق في دلتا اكس وتحت في دلتا اكس، جميل. طيب لو ضربنا فوق في دلتا اكس هو مش السمشن للجزء ده مع دي، هو الانتجريشن، هو الانتجريشن، ما هو الاف اوف اكس. طبعا انا عارف انها اكس عاديه، بس اكس من اكس عاديه من اكس ستار مش تفرق، لان كده كده انت بتجمع قيم الاف كلها، حلو تمام. وهنا الدلتا اكس هي العاديه والليمت وكل والسمشن وكل حاجه، فبالتالي دي هي الانتجريشن من a to b للاف اوف اكس دي اكس. طيب الدلتا اكس عباره عن ايه؟ طبعا احنا عندنا جزء تحت في الدومينيتور اللي هو المقام ان في دلتا اكس هي تساوي، تعال نفك الدلتا اكس، الدلتا اكس عباره عن ايه؟ دلتا اكس بتتفك انها b minus a over n، تمام؟ الانترفال كلها divided ال n. طيب انت اصلا عندك ملتبلاي ان، فالان اللي فوق مع الان اللي تحت راحت، يبقى لك بي ماينس اي، يبقى تحت عندك بي ماينس اي، بس وصلنا للقانون بتاعنا. اهم حاجه طبعا القانون، طبعا تكون فهميت اثباته يعني، بس هو الاهم القانون ده، تمام؟ حلو، وصلنا لقانون الافريج فاليو. طبعا هي علامتها انها اف وفوقيها ايه شرطه كده زي ما انتم شايفين. هنحل عليها مساله
اوكي ننزل. بس مساله جميله اهي. هنا لو عايزين نجيب الاف افريج هنعمل ايه؟ هنقول ان الاف افريج تساوي الانتجريشن فروم 0 تو 1 الانترفال كلها على الانترفال كلها، الانترفال بتاعتي من 1 ل 0 ف 1 ماينس 0 تمام. طيب هنفك بس الفانكشن، هتبقى 2 اكس في 1 ماينس 2 اكس في النيجاتيف اكس هتديني ايه؟ هتديني 2 اكس ماينس 2 اكس سكوير تمام. 2 اكس في 1 ب 2 اكس، 2 اكس في نيجاتيف اكس بنيجاتيف 2 اكس باور 2 تمام. طيب لما نيجي نعمل انتجريشن هنعمل انتجريشن ل 2 اكس ماينس 2 اكس باور 2 طبعا اللي فوق هيديني، طبعا هحلها بسرعه يعني انتوا عايزين تحلوها تحلوها يعني بخطوات، طبعا هي دي 3 حلو زودت الباور وقسمت عليه والكلام الجميل ده، وهعوض من 0 ل 1. طبعا هنا اللي في الديفيجن او اللي في الديمينيتور هو 1 فمالوش اي ستيل لازمه، اي حاجه فايدد 1 بنفسها. فلما نيجي نعوض هتبقى 1 ناقص تلتين هتطلع بتلت. طيب في نقطه مهمه عايزين نفهمها، يعني ايه افريج؟ الافريج يعني القيمه المتوسطه. طيب لو كيرف زي ما احنا في حالتنا كده، الكيرف يعني كونتينيوس، يعني سؤال بس، هو مش ده هو كيرف اهو تمام، دي اعلى قيمه ليه ودي اقل قيمه ليه تمام، الافريج بينهم حته في النص. فطبيعي لو الكيرف بتاعي كونتينيوس ان القيمه المتوسطه بتاعتي هتكون ايه؟ هتكون بين اقل حاجه عندي واعلى حاجه عندي. فلو دي اعلى حاجه عندي ودي اقل حاجه عندي الافريج بينهم، طب ما اي نقطه بينهم الكيرف بتاعتي عد، الكيرف بتاعي عدى عليها زي ما انتم شايفين كده الاحمر اهو، الكيرف عدى على كل النقط اللي بينهم. ليه؟ لان هو كونتينوس تمام. فلو دي افريج انا ممكن اجيب النقطه دي فين؟ ما هي الافريج بتتحقق، الافريج دايما بتتحقق لو الكيرف كونتينوس. طيب فاحنا هنقول ايه؟ هو بكل بساطه عايز الاف اوف سي اللي بتحقق الافريج، فهساوي الاف اوف سي بتلت تمام، واجيب السي اجيبها بتتحقق عند قيمه كام؟ عند الاكس ايكوال كام؟ حلو. طيب هعمل ايه؟ بكل بساطه مش ده الكيرف بتاعي او دي الفانكشن بتاعتي، بس هشيل طبعا الاكس واحط سي، هتبقى 2 سي ماينس 2 سي سكوير نشطب ده هتساوي تلت بس، واجيب السي بكام وكده خلاص عرفت اجيب القيمه تمام. دي الفكره بس ان انا اجيب القيمه اللي بتحقق الافرج، وكده كده هو بيتحقق زي ما قلنا لان هو ايه كل نقط بتعدي لان هو كونتينوس، فبالتالي ايه كل القيم موجوده فالافرج اكيد موجود فيهم يعني. طيب احنا كده خلصنا المحاضره ان شاء الله، طبعا انا شرحت كل حاجه الا انتجريشن باي سبستيتيوشن هشرحه ان شاء الله، بس هو عشان فعلا بالنسبه للناس اللي ما خدوش الكلام ده قبل كده بيبقى محتاج حل شويه يعني، فقلت تفصيله الواحد احسن وهينزل قريب ان شاء الله يعني مش هيتاخر. فبس وشكرا جدا على استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.